مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم. نشرة جوية خاصة لها علاقة بدول الخليج والمملكة العربية السعودية، وإليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة لهذه المنطقة. هناك منخفض جوي يؤثر على المنطقة، ويتوقع أن تكون هناك أمطار رعدية في عموم دول الخليج من الكويت والبحرين وقطر وشرق المملكة السعودية، وأيضا الإمارات العربية المتحدة، دبي وأبوظبي والشارقة ومن ثم عمان. وأيضا هناك تأثير قوي على عمان والإمارات، قوي من حيث غزارة الأمطار وشدة الهطول. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط الجوية نلاحظ أن هناك منخفض جوي مرتقب يؤثر على المنطقة الشمالية الشرقية من المملكة العربية السعودية، ويؤثر أيضا على دول الخليج بدءا من جنوب العراق والكويت وشمال شرق المملكة العربية السعودية والمنطقة الشرقية، ومن ثم دول الخليج المختلفة، البحرين وأول شيء الكويت، ثم البحرين وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم عمان. وبالتالي الخرائط الجوية التي تمثل الهطول، نلاحظ أن الهطول يبدأ يوم الأحد صباحا، يكون غزيرا في المناطق شمال شرق المملكة العربية السعودية في منطقة رفحة وحفر الباطن، وأيضا المنطقة الشرقية والوسطى من السعودية والمنطقة الجنوبية الغربية. أيضا تدريجيا تشمل هذه الأمطار منطقة البحرين وقطر، وتدريجيا مع تقدم ساعات يوم الأحد ينتشر هطول الأمطار وتشتد غزارة الأمطار في المناطق الشمالية الشرقية من السعودية ومنطقة الكويت وأيضا جنوب العراق والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية وأيضا المنطقة الجنوبية الشرقية، وتدريجيا أيضا تصل إلى البحرين وتشتد في البحرين وقطر، وأيضا تدريجيا تشتد الأمطار في منطقة أو في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذه الأمطار تكون أحيانا مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرق والبرد والرعد، وتكون غزيرة إلى شديدة الغزارة أحيانا، تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول سواء في المنطقة الشمالية الشرقية من السعودية ومنطقة الدمام والكويت وجنوب العراق ودول الخليج العربي، وأيضا تتحرك هذه إلى الجنوب والجنوب الشرقي، وتكون الأمطار غزيرة إلى غزيرة جدا يوم الاثنين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج البحرين وقطر وأيضا شمال عمان وشمال شرق عمان، ومعظم هذه المناطق اللي واضحة بالخارطة بتكون الأمطار غزيرة رعدية مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وتكون غزيرة إلى شديدة الغزارة أحيانا، خاصة يوم الاثنين ظهرا في منطقة الإمارات وشمال عمان بشكل واضح. وبيستمر هذا الوضع حتى مساء يوم الاثنين. مساء يوم الاثنين تبقى الأمطار غزيرة في منطقة عمان والمنطقة الشمالية الشرقية من عمان، لكن تخف تدريجيا عن دول الخليج تدريجيا ليلة الاثنين على الثلاثاء، والثلاثاء تقريبا بيكون تأثيرها قد تلاشى تدريجيا. وبالتالي هناك توصيات حول هذه الوضعية الجوية، نحذر من جريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في مناطق دول الخليج وشرق المملكة العربية السعودية وشمال شرق المملكة العربية السعودية وجنوب العراق وأيضا منطقة الكويت والبحرين وقطر ودول الخليج، دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي والشارقة وعمان أيضا، خاصة المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من عمان. وأيضا نحذر من شدة العواصف الرعدية اللي
بتكون فيها أمطار غزيرة وبرق وبرد ورعد، وأيضا نحذر من هبوب رياح هابطة قوية السرعة. لذلك نرجو من الجميع تثبيت معظم الأجسام القابلة للطيران، وأيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة من غزارة الأمطار وشدة الأمطار وارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. مشاهدينا، نتمنى للجميع السلامة. شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.